خدافك صح؟ اخبار شباب طيبين كود لازم اسلم والله ما ادري اوكي خلينا نسلم السلام عليكم اخبار اوه لحظه اوكي يب اوكي اخبار شباب طيبين وشبابات فيمينيزم لازم يا شباب اليوم كود انا ما ادري ليش دائم مقاطع كلها دائم اقول اليوم جايب لكم كود اليوم جايب لكم ماينكرافت قدها قدام عيونكم كود اوكي بداية موفقة انا بنزل هذا لانه رابشني تعال اوكي انا اكره حقين الار بي جي بس حاطها والله عشان اذا جابوا كلستريك اللي ضدنا اطيحها على طول اي انا من النوعية ذي اللي اذا واحد جاب كلستريك على طول اطيحه اوريك يا خرا اولا بالعيال اوكي اوكي اوه ماي جاد الكليمور اوكي ما مت منها الحمد لله واو شباب استرى ما واجهتوا ابد واحد يعني كلنا نلعب اللعبة ونتحمس لو سمحتم يا شباب انا ببعد المايك من قدامي لاني ماني مرتاح الصوت الو واحد اثنين الصوت يلقط اوكي الصوت يلقط شوف 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 خوينا ايش تسوي انا كان عشق يا غبي يتفر اوه ما يدري بو اصلا ما يدري انه وراه كيف فزنا ما ادري قاتل ستة والله انها شرها والله هذا الجيم يا شباب لا يمثلني ولا يمثل مهاراتي ابدا هنا في واحد ابلع ما ادري والله الحركة اللي سويتها ليش وايش الهدف منها بس ابغى اعشق يا شباب من الربشر لا لا تاخذ الايه لا الدرم عندهم لا الدرم عندهم يا غبي خلك هنا متراجع يا اخي مشكلة اذا ما معك يعني اخويا او بارتي ما تعرف تلعب والله ما تعرف تلعب لانه كذا تحسهم دايخين اخوياك ما ادري وين يروحون بس شفت لاحظتم التحسن عن الجيم اللي قبله ادري ان بعضكم ربشك يا ربشة فيري نايس هنا في واحد معاه ار بي جي بزر والله انك ورع ابلع ارجع يا شباب لا احد يدرعم هلا والله من يوم مرصبة خويي هنا فوق طبعا لو نزل لي في الباكج الجاجر نايس خلاص اعتبر اني خلصت التحدي لانه يعني هو هذا الهدف اصلا لازم ازبل هنا والعبها سيف في واحد جايني الباكج حقي لا رسبني عند الاي رسبني عند السي لا هذا اللي اخذه يا اخي اقسم بالله سيمتكس ما تمزح ابدا اقوى شيء ابلع اوم يا الله يا الله ايش الصدف هذه الجميله ما ادري ابلع اوكي من وين؟ اما الفيتول ما اطيحها والله احسب ان خوينا اطيحها يلا يا شباب شدوا حيل يب 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 اقسم بالله انه اكلها كينج سلاير اوكي اوه معايا باكج والله نسيت حتى عنه اوكي ويلسون هلا بالعيال والله اني خفت والله اوكي باكج ثاني يلا شباب اوه نو معاهم فيتو اخلص علينا واو لا مرة ثانية يا اخي لا
والله لا يهنيك. روح والله لا يهنيك. والله هنا يمديني يمديني عليه. طارح انت وجهك يا ورع. ورع اقسم بالله ابلع انت. اوه والله نايس ماركسمان. اوكي اشوف. حد علي. عارف حظي اكيد. شوف كذا. ما دور اختار لا هذا. انا ابغى اقتل هذا. فزنا 30. شوف الفرق. اول جيم 6 ثاني جيم 30 عشان تكونون في الصورة يعني. This is how we do it boys. This is how we do it. This how you carry everything up. واو معهم باكيجات. Guys care package behind. انا رايح للكير باكج. تيك ات تيك ات تيك ات. انا اخذه انا اخذه. حلمي اني اخرب على واحد. اوكي شالترت والله بعطيه لو حصله اني لا اعطيه. استسلم والله استسلم. قتل نفس الدلخ. قد يكون عندك السلاح الاقوى ولكن ما عندك ايم. ايش تسوي في السلاح القوي؟ شوف في واحد هنا واحد ظريف يا ظريف وقتلني. انا ما ابغى اعصب لانه صراحة الجيم هذا مدعوس فيه ما ادري ليش. طيحوها طيحوها يا هو. يعني لازم انا اسوي كل شيء في الجيم. لازم انا اسوي كل شيء. يب يب لازم اسوي كل شيء. ايش هذه طائرة ثانية بسم الله. المشكلة انهم في نفس المكان يعني اخويانا الدلوخ هذا هنا ها من اول. بقرة. اوكي. ار بي جي يا ولع. بيتبطح. وهذا فين؟ هذا من فين قتلني؟ فيتول اكيد اخويانا ما بيطيحونها اكيد يعني. انا اطيحها ذا الحين. شوف الحركه دي اللي ما يعرف الحركه هذه. شوف فين الفيتو. اتوقع انها الصفره. لا هذه الصفره انا. اوكي والله اني شطفتها. تعال انت وما مات. جايز شوت داون ذا فيتو. واو صفر في وجهي. قتلته؟ قتلته! لحقني وقتلته! هولي يا الحركة! واو ما ادري كيف قتلته رغم انه باقي. واو يف كيو والله نفسي اطلع للي فوق. اوكي ما يحتاج. ياهو لا ياهو تروح المفروض. مات مات خلاص انقلع. ايزي شوف الحين اجيب لكم 7 8 9 حول الاعداد هذه. يو يو ار ماي فريند از ديد. خويي قتلهم خويي قتلهم ولا جت رجالتك الا ذا الحين. باي سي يو جايز.